بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد ارو كان سن في الغزوه الحديبيه نقطة صلح الحديبيه دمك جي جران بانه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشروط نتا سهيل بن عمر لي ديوين العدد العدد البنود نال البنود نا وخاصة اللي القصة أبو جندل يضر قال لي مسلمنا رنت لمسلمنا يامرأ النبي صلى الله عليه وسلم باش ترني مسلمنا المشركين يقع يا نوع <hesitation> آه الغضب ديال العدد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وخاصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك غيك اللي كمل الصلح يشهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دار النبي صلى الله عليه وسلم اي نسي رسول الله أوليسوا على الحق أولسنا على الحق وهم على الباطل الناس نسي بصلى نعم الناس نسي الله في الحق انتني الباطل كالدرس اي الناس يغي كان يقل الحالة اي أوليس قتلانا في, في 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 الجنة وقتلهم في النار والناس قلت نتنئ موت جهنم اتي رجاه نما وانا قلت سني موت الجنة اي نسي نعم الناس ما بزن قبل وفزا نقبل الدنيات فعلى ما نقبل الدنيات في ديننا معنى أننا نقبل انقبل نقبل الدولاد و حتى السيد يشهد دورتاك سنو وقع الفاسد وانا دارنا غير ولن يخصد دار سنت الكني لكني دار نوري وران عطامر لكني نصحى نتنياتي ولكن أي لين نوريني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أم بسنغي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لغياني المشركين قريش وقعا غمس نضيق أرسوسي قلنا غير ما أو ما يسمى بلغة بلغة لغة ولي حفظ ماء الوجه يعني من المركز يسي قيل كي هاتي اللغي إفاسنا ظاهرا ظاهرا وهو يقصد وان دارو نير ولنا دو نراء غير ولنا دو ثانيا ظاهرا كنينا دورا اظن عثمر سقوسه ولكن يسقوسنا ظني النبي صلى الله عليه وسلم بديت عثمر حتى لي زورا تي سنت النبي صلى الله عليه وسلم يسال بانه يغذي ربي يرو راس المسلمين اللي تسلمنين بانه راس المشكل الكفار من قريش فعلا غير كان اما اللي هو النار والنغمس النبي صلى الله عليه وسلم يروي الايمان الاسلام وفلكي انا وانا <applause> اللي <applause> نيتي <applause> عطي الشر غمس ديال الفائده وهو يخسر ما كل عواقب الامور ويك الحاميه اللي غيلي تجرون غمس الساعات اللي خليت يغديو بي اركتومز الحاميه الساعه اللي غيلي خليت ها رنا نتلوح المستقبل انه كله ت لي زوال تيسناد يخصن تعلم يصبر بعد ما يخصه يتصبر اللي دارس سنفوس ونفوس يا بزاف كي غير دماغي تجرو نسيكيل تا غاوسا مثلا غدور بي كانت غاوسا كان المشكل مثلا لا نسيكيل يغدو ربي لا المشكل غير زم غير لي غير غير لي في النتائج غير غير لي كلشي غير غير لا لا غير كنا ولي لي بين درت خدام في السنوات، عاد تخدم لي في عشرين عام عاد تخدم في عاد تخدم في مراوي سكواش عاد تخدم في العقود عاد تخدم في العهود عاد تخدم في الحقبة تخدم باش عارف يا هو سنغت سين نغت تكراد نغت نغدس. ساعة نغت ساعتين شهر نغت شهرين لا تخدم في الأحقاب فتخدم الأعوام فتخدم الشاهد غمس نقيد متيجان وهو النبي صلى الله عليه وسلم لمستقبل من من ثانيا ظروف اللي القصوى اللي يسكرد كذا الى اخره يغران نقيس بانه ربي تبارك وتعالى على شي الزجاج هو كانوا وفوه الخير اما اللي قدام الشاهد غير سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اللي غينا يسيدين بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري الناس هاتي كين بارية هاتي الرسول سيدر بي صلى الله عليه هاتي انتان رأي ينصر وهو ناصري ولست أعصيه كور جيني معصي أشكو في علام لا يغبي دي دور بنا انت هاني يمكن ربي صلى الله عليه غمس نكرا الموقف غير مواقف اللي سيخصها تشكر الله ما عصيت ضاع حفظ البر نفلح من الماء مسوق ضي الشاهد غمس اللي غينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تجمع ديال سيدنا عمر إني كريدو سيدنا أبو بكر إنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنا سا إنا علىها زريت علاها ولي كي نغمو تنين راه الجند ولي كي يسمو تنين راه جهنم إنا سيي غي كان غير الحال إنا سي كنيدة راه الحق تنيدة صلبضل إن سيغي كنا يقال حال إن المفزن قبل دلد غمس الدين إن سهن غناتين النبي صلى الله عليه وسلم إيقا التعصو سير هاتي راتي نصر سيد ربي تبارك وتعالى إن سجمعت لساسينا سيدي بي صلى الله عليه وسلم غير غاية تباين توفيق غير غاية تباين مراتب الإيمان المراتب الإسلام المراتب العلم هن وهلي مش كاسي زر سيد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى وسيدنا عمر كلو كلو قال كلوا الاصحاب قال كلوا الوزراء قال لا سهار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له مقدمين الامور يمكن قال لكم حتى حتى نس خلينا انا ما سنقرت في ولكن سيدنا ابو بكر قال لي لكم ورشي لكم سيدنا عمر وكان غير يخصا التبدا نسمو قول نكني غمس العلماء عرفت نسمو قل هو غو قرنين غمس الحكمه أقول ناغا ما سوى الفولكي يزوير ناقص ما يعدلني يزوير ناقص ما تبدا نسمو قول وهي كاتيني هاتي العادة داري تيني في باس وخاصة نغيقا باس على الخير أركز تيني هاتي نوفل نغدو لي السينيات نغدو لي كارن تاني وكارنس نغدر تيتي غلو السادنس نغدر تيتي نمس الشيخنس نغدر تيتي العلماء الأمة أرجو كارن سفلات غير دنيت هناك العلماء الأمة هو السن كذا وهو سكر كذا وهو فعل كذا وهو كذا هاتي السفيه كاتيني تجمعنا ويدرك سيدنا عمر يسال سكاني سيدنا ابو بكر شكا عرفت غير كل سنه كنيش الحين انك يا نتين غما سوما موسى السن بانه القضيه هل ناقص وفركس اي موسى من كل ولذلك يسفل لو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إليت اللي غادي توكزينا فتحنا لك فتحا مبينا الناس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الفتحية إنا الفاتحة ولذلك فتح مكة الحقيقة هاتي غاصة غاصة لغلا صلح الحديبية أي لا فتح مكة أما أي اللي يجدر لنا مثلا ثمانية أما مثلا السنة الثامنة ويستمس بواس نغلي هجرة هالنتيجة نغولي مثلا من صلح الحديبية كي قاع الشاهد غا مثلا نل نن بعض الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كتينا ريتيني ريتيني أيها الناس اتهموا آراءكم ومدن ها درتي درت قمامس العقول نور بزاف هاني الناس من الدي غدرار غوال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابي جندال قصد صلح الحديبيه لردته من الدي غدرار صلح الحديبيه في النبي صلى الله عليه وسلم كدورخت علاش اللي غيتيني تجمعتها اشكون ثاني اللي كيسي جران يعني النتائج اللي جرين اللي غير اللي يسكر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بلاد يسمى غن راه دو كان البنات يوسل من جلخن ورد ورد عظام من الحرومات ورد سكير نور فعيل نور تركن ولكن يسكر يسكر ربي تبارك وتعالى التاوين التاوين يا مسلم الشاهد غما سنغي انتهى الصلح يكمل ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه رضوان الله تعالى عليهم غيلا رد تحلق رد كيسم الزاد تغرسم الهادي تغرس من هذه شكو وركم العمره بلا ما غير يتحلل غمس العمره يختو ريسكير هل لابد ان لابد أ... 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 ان ان يقدم الهدي. اي غرسيل هذي وين قال محصرون غير كنيسة الفقهاء الفقهاء التنين القضيه إر... إر... اللي جرى الناس اللي جرى الناس الاحصار الاحصار وهو بنادم مالي تحلال غمس الاحرام ورتا اما الحج الجور تيطوف في الافاضه نغدا مس مس العمره وتسعى بين الصفا وتسعى بين الصفا والمروه كيتسمى كيتسمى الاحصار الاحصار بلا ما يتحلى غير مس مس الاحرام اللي يسكر هات اللي جوار تي سنه اريت اري قرسي الهادي علاش اش كوي تحلل ورتيا ما يتحلل الشاهد غمسنغي ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ناس كسات الجرنون تغرسمي الهادي تسمون ما الحوايج نتا راه بالك راه نوري الصحابه شوان ورتقبيني

يكشمني تا زر أبو رضي الله عنه وشكون كنت ديسي من أبو سلمة رضي الله عنه تمون ديسا مثلا غزوة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تيني غريب فوق غريب فوق سكينة ماني غريب سافر على سكينة القرآن قالت ما غادي نسى نموت فوق القرآن ويتسديس دورة فوق القرآن أبو رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنت تيكت تمغارتي إن جنيت تمغارتي يعقل يكشمني زر سيني صور زر بيدنا يقل يكشمني قلقت الناس ما كيسقلقن إني سارتيني غير مدنا كسات الزر أو تكسن الزر أو تحلن ناسي رسول الله فوغ النكه تكسس زرنك حنركول كسن الزرنسن هان غويني زاكا ربما دورو تقلب هادو تقلب المزلة غدا دور يوكز الوحي يسبد لك ران غداو على ما يجرو يفوغني ناكل بيصه وسلامه يغريو يحلق <applause> يغريو حجام يكسس الزر إناكل قسنيت بيدنا كل لون تكسن الزر علاش تاكلوا تكسن الزر شكون اللي بيصوص ما سافر تكسن الزر يعني, يعني شغل الشغل ان يتحسم الشغل ان نسول قلت دورين سر دوري نقطه كانوا راسنا بلاد سمونا دوري المدينه ماشي بان ماشي غير اللي يسي الثاني البعض بانه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الناس اللي بيصوص مسكره الفعل بدون تنرت لك ان لا ولكن النساء تقلنا ربما دور يجرو ربما دور يجرو كرا الشاهد غمسنغي كسميد اللي الزرس سمون لما تعالش ورينا ورج المدينه على اساس الدرين اسكوسان ديوش كان باش اتقدون العمران اللي في الناس شكون المحصر كذا قال لنا السنه غدرس يغدو ربي تحصر يسنى يتحلل يغرس تيلي في الناس العمره من قبيل يعني غد الحج غد المهم ان غي تحصر الشاهد غاما سنغي النبي صلى الله عليه وسلم لغري لغري يوري واش كانت درس العدد المغارين اللي سرسو منين من رون الدين المشركين اللي غدوش كانت واش كانت المشركين راه سي خصها ختار تي مغارين نا. الناس اللي صلى الله عليه وسلم بس العهد العهد اللي دي ديرو النفا إرجازنا فنساول رجل انت تايلان غمس غمس المعاهدة ماتي مغارين وفناس نساول تا مغارة تناديو شكان اللي فعلا ايرور النبي صلى الله عليه ماتي مغارين يا مر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين اللي سوليتاه المشركات هذا سن ترزمن ان رزق الزرب تبارك وتعالى ولا تمسكوا بأسم الكوافر كل شيء سوره الممتحنه هن الشغل هذا غادي يتوكس فعلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يمر الصحابه رضي الله عنهم ترزمن تمغاري اللي سوليت المشركات يرزم سيدنا عمر رضي الله عنه يسند المغارين بقى الناس بقى الناس اللي غادي تسوي مكه غير غير سيدي ربي تبارك وتعالى مس مس زمانا غير فصل ربي تبارك وتعالى نكر المشركين المؤمنين غمس القضيه الزواج هاني تمنع منعا باتا المشرك اي أيوة ويت مسلمت انا رايك المشركات يقلبوا دين غدي قال هندوسين غدي قال مجوسين غدي يهودين غدي رومي انا لا يجوز غيتصرف في مغارتي غانتا مسلم تي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى غدي وربيناك بلاد بو هاتي فلانتا تا مسلم تي تاهلت أورومي الفلان الفلاني عند الزواج هنوري لي زواجنا هاني باطل هالحرام غايش المدنا هدا لي زورن تسناد كذلك يحرميو مسلم أي تهل تكفرت بلا تودايت تاروميت اللي كان فعلا تودايت تكثر فعلا اما حتى يغدو ربي اما حتى يغدو ربي مثلا تيغار تو دايت سيسم تيغار تو روميت سيسم هنا يحرم يحرمي مسلم ب... يحرمي مسلم استيوي اذا شهد الغرض غمس امس أما البابا غي اغدي زوج ربي تبارك وتعالى المفصله نقل المؤمنين للمشركين امس القضيه امس القضيه اللي تيها اما أه... يعني اللي جران دارت 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 مشكل ااا أه ننا بانه من الشروط اللي اشترت اللي لا نقري مسلما للمشركين غمس القضيه يا الصلحات وهو يغدي ويربي كرهو مسلم غمس مكه يرول زدار النبي صلى الله عليه وسلم ماني خصها سنتي ديرار زرين يعني منه وسان يعني كمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جي منه سمير ولد أبو بصير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرون يعني كمن دار النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أشكين دان للمشركين المشركين تابعا تيد أي اللي غلكم دار النبي صلى الله عليه وسلم الشرط اللي السكر يمس النبي صلى الله عليه وسلم يفاسد عمزن تقولي لي كرفنت أو ديس لرنت سوالي رنت س, س سمكه اللي كان ديو وقال يرينا لي ناقص 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 جوج شجرت انا قيس سرحني يمك يجمع دي سنو اللي زلو كان يكشم اثنين كذا 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 اللي نستيف درا يعني نتا نتاع تكرف الناس الصفات اللي قال مليح اللي يسكر يشكر كذا كذا الى اخره هو اللي عجبته الحال الناس مليتا كتزر اللي غا الصفه يا مصيكم تقيس يميغد غوانا داي لي ختينغا يبي سكرافنس يسمونا يسمونا غاي لي طفن غوينا يسمون الشغل كلشي يشكي شكي لي غدي لكما المدينة لي غدي لكما المدينة يبدل نخت الساعة إنا نبي صلى الله عليه وسلم يستوفي سلعة عهدنك إنا نبي صلى الله عليه وسلم وفيق سلعة عهدنك وفيق سلعة عهدي يسيد إيه انت بارك على السكر غينا ريغ ان الزبر يقول السكر غينا غينا النبي صلى الله عليه وسلم ويلا امه مسعر حرب لو كان معه رجال ان سوا المزغوبه راه كانت فرغي وادو وضو يغدو ربي لا يغدو من السكر العصابه راه 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 صغرا ولنا راه صغرا فعلا الفكره انت ابو بصير رضي الله تعالى عنه ما العقل نس يبارك سيال الخلا غينا يسكوسيس يمي كي كير ولد ابو جندل حتى انت رضي الله عنه يوسن سهيل بن عامر كل ما يرى انا يرول غماس مسلم غماس مكه ايمان يسريش يمكن يدير النبي صلى الله عليه وسلم غير يدير النبي صلى دي الله عليه وسلم وكان غير يخسر اسمو قول هذه القضيه تلقى مهمه جدا رجرو غماس العصر بزاف وهو العهود لتيلين نقري مسلم للمشركين إننا نجين جين هاني خصك ولا بانه الزمن توانا يفل عهدا الدولة يغدور ربي العهد يكرن الدولة يضني الدولة يمسلم تفاكر العهد الدولة للمشركين يرومين نغدو داي نغدو نردي نردي هاني غدو ربي يفاسن ولي الامر يفس العهد هاني لزم الرعيه كل تن ولما يسيل جنسيا الدولة هان العهد نهن الا فلاس ممنوع من عن كل يعني كري قديان دو الت التروي نغدق الشمكرة ماشي هو أنا ماشي مدق بأنه ضعف نغدق اسم قن بأنه غير نوري اللي غمس الشرع نغدق اللي ورينا مس الدين حتى يغدو ربي مسلم يرى ينصر قمسا مسلم هنورا نورة تنصر أبلا في الدولة اللي اللي العهد نقرز الدولة فقط الباقي يضني يغيور بيلين قريك ديس العهد مثلا الدولة للمشركين تلاقي اللي العهد نقر الدولة كنت الدولة تعدد الدولة للمشركين في دولة الدولة المسلمة هاني هني مسلم درس هنك الصلح ما بس نبينا نعم. ما شانك شمو الصلح حرب الأمور الدول ماني قالنا شكون دنار بهرات تلعبن في الوترات الحساس بزاف في الوطارات تلعبن باش هذا روين دوال الروين وكان ما بديت تروي مسلم نعم بدا انت ضربت على الناس العالم كله ثماني نضرب ربي تبارك وتعالى سكرت يا ويني مسلم الشاهد غمس نغي مدلمون كله غمس نعم السلام برك في مكساو قريش تجار تجارات قريش المهم المشركين في بركن كل ما يفور كل ما يشمن كل ما أري اللي غدا عقل <applause> المشركين كامي كلام ما دابو بصير دابو جندل دربيع تنس لينا سكرتنا العصابة سنا رشتنا 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 اختي لي القوافل المشر قريش ديما كساو قريش كذا اللي غرمي صيف تنس <applause> النبي صلى الله عليه وسلم على ربي العهد ويسموس لي ديك السكر باش وانا ندرنا غير ون الزرك وانا دان غير ولد الزركة عاد غادي تسمى على ترت على ربات نحيد ما سلم وانا انا كي أن الله يربحك بها دار كيبقى يحيد الماء العقد لي العهد لي يحيد يحيد مسا 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 نغوليا ما سلم معاها لي الشاهد غمس مسن غير وكان تياوي ميد لابو بصير تربيع تا شيء وريني مع كنا داري المسلمين غمس غمس أماس أماس المدينة أرى سيس اللي لك صلح نقر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين النبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعقد العهدات أمس ذو القيادة سنة ستة و ويسديس للهجرة دور قيادة السنة السادسة آر غزوة الفتح رمضان السنة الثامنة يعني سقوس سقوس سبعة كلوت تقريبا شهرين أما السنة السادسة د سي يعني سير أما 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 ولا السنة الثامنة تقريبا تسعة شهور تسعة شهور في شهرين 11 شهر يعني تقريبا عامين قل من يعني شهرين غي كان نغد عامين قل شهر يعني المهم عامين يخصص بانه عامين انت اعظم مده ازريت النبي صلى الله عليه وسلم غمس المدينه توف كلو سديتي سكواسن لي سكا يجدد سوا ماشي عدد الحروب على عدد المشاكل على عدد النكاد على عدد الولي علاش اشكون النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي تدي زيوزن غير اللي تيبرزن غير اللي قال هو اللي المشكل يقنتين الصلح, نجلس غاكو دا غاكو دا الصلح اللي يسكر اللي المشركين من قريش وكان العدد ميدن وخاصة غاكون غير كنتسنا بعض الاصحاب رضي الله بأنه الصلح النعمة وريكي صالح حسن وريكي تنورنا النيل بعد، لبعد, لبعد ليكي سنين لان. اللي بعد لي غيني لان البعد اللي زوارن اما سنغينا وهو اول مره المشركين قريش تعترف سيال الكيان الجديد ايغان الدوله غمس المدينه اللي غادي تجي تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم تفاوض الصحابه رضي الله تعالى معناها هادشي صغير لان ورسول غير كلام لي ساهلين اللي كاتر كات سيكيتات كات حيت عن كايتين اختك... لا هاد سيكيتات ديسن تسكت مفاوضات يعني بدناتي غريند ورين يعني اللي كيان الى درسنا الى درسنا الى درسنا, درسنا يعني تقل غمس امس المجتمع الجزيره العربيه الجزيره العربيه كلها اذا المشركين اعترف سدينا سدينا هذه اللي ورين اعترف زوج بانه الا اللي نيرغازنس إلين نيدنس ثانيا سيس بوسند ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم دين تاع حتى القضيه الصلح وكان غير كذا بس تيني انت سينم. الاسلام تشتق السينم الحرب غمس الاسلام تلقى ضروره اتيا الاسلام دين انت وريك انت ندير الحرب غدا يسكي لي خصه يسمو الاموال غدا يسمو يسمو الاراضي غدا يسمو كذا غدا يزيد كذا غدا يستعمر لا الاسلام هذا يسكي لي تبرات لا اله الا الله محمد رسول الله اتلكم بنادم انت لي كان بنادم يدي درس لاختيار باش استيامز نقدرش اما عمغدي وربي واش كان الكلام كلام بيدنا مز نميدن عرفنيين تجان غمسه لاصوار صبر من فلسنا الحدود باش تنورت ليك الرساله ضروري وانا ني تجان لاصوار رني تيغا يضرار نني تيغال باش ادورت ليك الرساله ضروري خصي يحيد باش تبرد تنتلك مدن ولذلك وليت تيني تجمعت بانه ليس ينتشر السيف لكن غدا تنو كان سقسا غير دنيت ما يتنشر الاسلام اما سوروبا ولا امريكا اسرائيل تنامي مسلما يا مسلم هاتي التويزه كيس اللي الدين نصنا اصلا هاتي بعد نفلس بزاف من تنينيت تيسنا تاك ما غادي تخدم كيس التويزه ها تا لو كل تسوق لهم كلشي على باش نقول دولي مسلم في نفس نعفو تبارك وتعالى اي لي جيس يتمتتن دي لي جيسنا يتجوعن دي لي جيس هاتي يقاتا ورقيت اما هاد لي القيمة نسن غمس العالم كلوت هاتي تضر ورسولت لي مازال تنشر الاسلام بس العالم بدنا الشوم في دين الله افواجا بدي ترى بدنا نزدر الاسلام وردرس السيف سيدنا خالد رضي الله عنه ولا السيف سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اذا انت الاسلام ما يسجل يخصا اتحيد انحيد صر لي القناعه نبنادم دي اختيار ولذلك دي الاسلام يجد دي الحريه بامتياز علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله هيا الجبنة لما يقحور الاختيار إن ربي تبارك وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أيوري النكرة هندرون در مثلا داري دار مسلم درس حد الردة لأنه حد الردة الردة يخصان كان الحدود باش بيدنا دور تصان ولا تفلان غير اللي وريقين وين تتصاو ولا يقاو وين تفليا بلا ما يختار اني بقى في بحال الاسلام هذا رتي بزيز باش الدوري الدوري التي نشهد الا اله الا الله محمدا رسول الله ولكن اللي قلنا اشهد لا اله الا الله ونحن رسول الله يعني نت عن قناعه لكن كني بانه اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله تي قال الحق الواجب ثابت بس اللي يمكن يبدل ولا يمكن اي تغيير اش الحق كاين اللي غا باس اللي كون كله ده. يان يعني كي واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بلد محدو ساتي الكيم هاني تعذار ولكن غير دار لي يبر إيه منك وهو ورتيكي ما يقال دا تجمعتنا دا جمعتنا تيمي ذاتيا اغاني ما غوا ديخلا نقدر يسي كيل كلام عند كان عند كدابي حرام ربي تبارك وتعالى عرفتي تحرى بالدين اللي سامي على لي سي كيل تقصر ولا انت

حاد الغايت لاقي صرفت سنغ علم اليقين الزوين كيكا يشكي ديالنا ماس جابون نعس سيدي كينا غوا دي كي كارجابون وين كيكا غي اوري وين فلان و فهمت كي زر هاتي غي كاد ايكا و بانه الاسلام وريك الحق نغد نكي اعترف غاد الاسلام باقني غور سوليكي هاتي الصويران سنتاتايا سول هاتي غيك اللي الصورة اللي سناك يشكا ديال الجابوني انها تيغي دوين كيكا ربما انو رنا في درس كنا لقعت دي اللي قاوين جد 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 جدي سنتا فعلا اللي قال لي غين وين سنتا ولكنكم كما باش يتني تيان يكتني كا مسلم يلو لا اله الا الله محمد رسول الله برب اللق داغينا هاتي ربي ايكا كراد اختلاك ما وانا ولا نستفسر اش كي لا تفسر نقدر اش كي نعطي ربي نسيكات بوذا الصلاة نغدا ديالش كان غير نعطي ربي نسي يجات... كانت غردين نغد ربي نسي كاتو فوناس كانت زكير غير ما يخصن غير يخصها كيس نبيد غير دوري وين غير دوري وين تنص غير دوري ريجوين... كي وين غير غير دوري وين وشكا غيان في الشر ربي تبارك وتعالى حد الرداء مش غير دور غير دولن... او نقدر نتيني ميدنو هاتي دي الحريه الحريه لا درك ما حد اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كنت نحتاج دور بيت السنكيت فهمتوا واش كان داك ولاد الشمتي ديال الاسلام ربي تبارك وتعالى ولكنني نكني بالنسبه لينا خصني تشهدوا لا اله الا الله رسول الله معناه انه لكم كنت القناعه اللي كنت دارك اللي كنت دارك الرسوخ ديال يعني التوبوت بانه يا ربي تبارك وتعالى الكون انت وحدة يستحق العباده ينبي الديوين ينبي الديون أم مسبق الشريعة ديال الحق تعدل تدي تصفو وهو سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ما دون ذلك هنرتيكي شيء غا ما سنغي نكنينا بأنه الشرع الإسلامي لا تولي يحتج كل شيء ولا يحتج جاي ولا يحتاج ولا يحتج ولا يحتج جاي آه ولا يحتاج آه أتن, أتن س س القهر يا مزنس سوال بس باش تجيني مسلمين لا لانه البرهان اللي دار سيلان النصوع النصوع اللي دار سيلان غمس البراهين وريم كاين حتى نهائيا التنفل يستحيل يستحيل التنفل البرهانات نصوع سي سيس سبين تنيد سيس تنيد النبي صلى الله عليه وسلم سبين تنيد سبين تنيد الصحابه رضي الله تعالى عليهم لانه غيليد الحروب بلاد مي غير غمس الحروب الي غمس الجدال الي غمس الخصام الي غمس نولي الغالب ورت بين ورت بين اختنس ورت بين الحجنس ولا ريت الحق لي دي سيلان علاش شكون يمروي يمروي البضل هذا لو كان تيني الحق لا رسن تيني تا رسن تيلي عدل ولكن المشكل ما تيقال لو قلت لي غايتيلي اللي تيلي نقر الحق ارتيني قال الحق للباطل، لو اللي <applause> تيني وش كان يا العدد بيد دانا ستوغ يا العدد بيد دوراسين تبان الرؤيا يا العدد بيد دانا ستحيا الوضوح اللي اللي لا راس تحيا دوراس البهره وراس البهره التنين. ولذلك صلح اللي الهدنه اللي الان قدر نقاسي مسلم باش السبعيني رسلان

أما سن التجارة اللي تناول بدنا نقتل فلاح سن اللي تناول بدنا نمس الميراث اللي تناول بدنا نمس نولي دائما تولي داري الشيء داري سيجي لي التروي أرت فورتي بنادم مثلا أنا يدينك مثال أرت فورتي بنادم أنا يدينك تجي دار سي في أي لياك تفرغ أريد سيجي أنت لأنه يغدو ربي ما غديك ولا شو لا درن ميدن ما تفرد ما يتفر على درن ميدن علاش اللي يخدم معاهم وهو يا سيدي معنا وهو اللي غاسدي وهو اللي يا ودي الله يهديك أجن نيتي نيغاك كان سو اي ليك تفرض غير مع اللي بيد نفاي لي تفرض اللي تفر هل لابد الهدنة لابد الصلح ولذلك الاسلام كل ما يتفل الحق كل ما يتفل الحجه كل ما يتفل البرهان كل ما يتفل الدليل عن التورات انت في تاريخ الدين ولا يسغيو ولا يسبربور ولا يسيكي لا يسنكر الحروب لا العكس يدبر بعض الدين بدا يسيكي لا الحروب إنا جسنا ربي تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا أنت الحروب سغسة 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 كل الحروب اللي كان راما سيقل الدنيا هذه السبب سيدبول بضلة نيقان غمس الصليبيين الصهاينة أنت سكر الصداع سكر الحروب سكر العدن تقر سكر العدن غنى مس العالم كله تهم أن سرسي هو مسلم مع أنه مسلم أنت وكان يشتندق أنت نايت الاقتصاد سنايت ترزان

غمس العقائد مسلم غمس المدية يوتي غيلي بينما سنصدش سيقوش نقول لد غانا فانتيني أردان أو دردان تكرر بأنه الإسلام أرسي قيل سلم أرسي قيل سلهدنا لأنه السلاح الحجة البرهان سلاح الحوار دو أول هنوري اللي مرد قيسي قي القرآن وري اللي مرد قيسي يقل الإسلام إجلسناكش من بدين دين الله فوجا أماس مسلم وداد وداد هذا سلم سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يشكي عام خيبر تيرة سودا لقصص من بعد كذلك يسلم يا يعني العداد من الصناديد من قريش ولينيت يعني ريغلين كانت درس يلا اثار غير مسن المشركين قريش الي درس ذلك ذلك يا الاثار بهري فولكين يا الاثار بهري عدن اللي لغ... غاني مسلما واللي قسني زوار سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ارضاه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ان كيختين بوغ البوغ اللي كيجي لاني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم محارسه تبغى لها حتى تبغى تغيكي ولكن ان أصل اللي خص المغ يعزى ذلك المعزى اي اللي خصو الرزه حتى كيستال غلينو صلوات ربي رضي الله تعالى عنه وارضاه وصلى الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه ان سيدنا عمرو بن العاص كتنتي دار مسلمه شكون مسلمه يبين غكودا إذا اناس 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 بوسليامات حتى النبي اناس ايوا اناس متجوزنا في النبي نونا والسنه اناس يقزف لاسات السوره ستين سوره الفيل الى في سوره الفيل سوره الفيل الم تر كيف فعله ربك باصحاب الفيل اناش تنكي تجوزوا لاسور جوت قتلنا ان الزيجه الى ذات الفيل ولا الفيل الفيل والمالفيل وما ادراك ما الفيل

عاتيني بدرت يد انت يصيف تصيف للمشركين قريش النجاشي باش اجاز جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وليد سمنين وليد سمنين الحبشه يعني شي قد هي قبل بنادم الرجلين يا بنادم كان ذكي غير هو دي يسلم يسلم عاتي الثاني فاتح مصر رضي الله تعالى عنه وارضاه الاهميه غمس تاريخ الاسلام كله هذه اشاهد سلسله القاسي والداني ويسين قيس سيدنا خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه ثاني كان السبب نروج حال اللي كفل المشركين غما غزوه احد كذلك يسلم ولا يشكيل من ضمن ما سينا الناس خالد كيت بنادم بنادم يتقل بنادم يريقلين تيلي دار سيت يعني ينتقوب غما يعني درس سيت النضره يعني اللي يسوقوا المليح يتفيان العقل يريكلين ماك زي <applause> جران كي لا بين الاسلام هنا سو ديك تيني كلام بيد ندرنا غينا كانزو درارنا اش قام انت نيت ضرات هاي اللي سنتيني يعني اللي غير الصلح تيني الهدنا فاد انا بين اي اللي لا درار اللي بين ويسا كي وكما كتب وكان ما يسق ويقصد <applause> سي درار يقصد الصناديد اللي مقرنين كلها أبو دابو جاهل دابو لهاب دابو سفيان بن حارب دوينا كله سيدنا خالد رضي الله عنه كذلك من المدين ولي سلمين عثمان بن طرحت رضي الله تعالى عنه ورضي يعني الجميع المهم يا العداد مدن قضاني الغراد يا العدد مدن كان الاكابر الاقوى من سن لا غمس العقل ولمس المال ولمس الشرف اشكون تزيد وي هنوري يمكن ديس الجمعه بلا صلح نتنا قران بلا غطا نغو غو نقولو يمكن تقيس حسون ولذلك عرفت الصغي كل ما يقال داعي الى الله سواء داس كريمك العلم نخدم مثلا اللي كان يعني عندي درس العلم كذا الى اخره وياك تكشم تي الجدالات أتكشمتي الخصامات تكشم تي تاقورت ها انت وراه السبع الحق سمونا كاين 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 تاقورت يسمون الحق نغدي غدو بيت غير بنادم سري يسخر له الغرض لا هذاك ما حنا غو سيغ تصحو تبنو هاني خصها ستي تبنو في الصحن تبنو غو نير صحن. اما غدي وربينا كو غاينو كي زقور كسرة نغدا بر 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 كسرت تنجح انا 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 شقا ما تسكرت الشاهد غمس نغي سنغي سيس كواسنا يا العدد يا العدد نقول اللي ميدن يبينسن بانه بانه تبين سن الرسالة للاسلام يبين سن الوضوء واضحة سن الرسالة اللي بانه غير اللي فلاش الصداع اللي يكون له موجك شمد كذا يسكا فلاس تفرض ماشي ثلاثة اتسالان ولا إدبابنس بنس اتسالان غانا فتاني تبيد ديال العدد البشري العدد بدن في دين الله أفوجا الشاهد غما سنغي سنتين وقال قيس العدد اللي حدا تضني أهمها فتح خيبر كذلك الغدر اللي سكرن المشركين خوزع ينسي مدن غمس خوزع خوزع عنا اللي هدي تكشم تكشم غمس الحلف سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني الحلف لحلف اهل المدينه شغل تنزل بس الحلقه المقبله ان شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك